لله. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمه الله وبركاته. تفضل شيخ مصطفى. الحمد لله، تفضل. ربنا يبارك فيك ويحفظك يا رب. حركة الأسئلة عبد الرحمن، تفضل. وإياك تفضل. أنا عندي سؤالين بعد إذنك. تفضل. السؤال الأول، أنا لما باجي أصلي الإمام وأقرأ الفاتحة في المغرب أو العشاء أو الفجر بعد أتلخبط كتير، سألت حد قال لي ممكن تقرأها ولازم تقرأها، وفي حد تاني قال لك مش مشكلة ما تقرأهاش. عفوا، ده في الصلاة الجهرية ولا إيه؟ الجهرية. لا اسكت، لقول الله تعالى: وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون. بعد سألت قال لي دين في القرآن في بعد الفتحة، قال لك في القراءة اللي بعد الفتحة. لا 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 لا, لا, لا عموما 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 تمام. إذا قرأ القرآن فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، سواء في الفاتحة أو في القرآن الذي بعدها. يعني انا بعد اتلخبط كتير بصراحه، يعني خلاص اسكت. لا اسكت، يعني ما اقراهاش. ما تقراهاش ما دام الامام يقرا قراءته لك قراءه. خلاص.